بشرفنا يكون موجود معانا على التليفون دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا. مساء النور استاذة يوسفين. اهلا وسهلا. الحقيقة مشروع عملاق وبيعكس حجم الجهد اللي حصل فيه دكتور، ويمكن يعني كان اتكلم عليه الرئيس السيسي النهاردة، فلو تدينا لمحة عن هذا المشروع وتاريخه، خاصة احنا بنتكلم مشروع بيمتد على نطاق 4 محافظات من محافظات الجمهورية. بداية انا بشكر حضرتك جدا وبشكر قناة سي تي في. طبعا المقدمة اللي حضرتك قلتها مقدمة رائعة جدا، وهي يعني تكاد تكون افضل كلام يتقال في هذا الخصوص. موضوع افتتاح السيد الرئيس اليوم لاحد المشروعات القوميه اللي لها علاقه مباشره بالامن الغذائي المصري، ده حاجه تدعو للافتخار بصراحه، لان كل ما قيل اليوم ان هذا المشروع بطريقه تنفيذه وبعبقريه اداره الزمن من خلاله، ده معناه ان هناك اراده حقيقيه للدوله المصريه ان تحقق المستحيل في ظل هذه الظروف الصعبة، سواء داخلية أو إقليمية أو حتى عالمية. وبالتالي إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على صحراء موجودة من آلاف ومئات السنين، صحيح، لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها تماما. وجدنا إنها تحولت من هذا اللون المعروف الطبيعي الأصفر القاحل الجاف إلى جنة خضراء فعليا، مش جنة خضراء بتسر الناظرين، ده جنة خضراء تخرج من طياتها الخير لكل المصريين، سواء الأجيال الحالية أو الأجيال القادمة. كل ده يضاف لرصيد الدولة المصرية في ظل هذه الظروف. وخلال السنوات القليلة الماضية وجدنا هذا بصراحة الإخراج الرائع لإدارة كل شيء في البلد، يعني مش إدارة الزمن ولا إدارة الموارد الطبيعية بس. طيب دكتور، إمتى بدأ العمل في هذا المشروع؟ وكلمنا على الخطوات أو المراحل الخاصة بيه. سنين قليلة جدا اللي تم العمل فيها، يعني بتكلم على 3-4 سنين نتج عنها مئات الالاف من الافدنه تم اضافتها للرقعه الزراعيه، وده يعتبر انجاز واعجاز في نفس الوقت صراحه. طبعا. طيب احنا عايزين برضو نقرب الصوره اكتر، ازاي ده هيعزز من انتاجنا من الخضروات والفاكهه؟ ازاي هنشهد طفره مختلفه في يعني الزراعه عندنا في مصر في اطار مشروع مستقبل مصر؟ احنا بنتكلم على ان دول يعني ما نتج عن كل الرقعة الزراعية في كل المشروعات، مش مستقبل مصر، بنتكلم على 2 مليون فدان نتج عنهم عشرات الملايين من الأطنان من الخضر والفاكهة، ودي اللي عملت حفظ وحماية لملف الأمن الغذائي في مصر بالمناسبة. يعني إيه أبرز المحاصيل اللي نقدر نقول بيتزرع منها مساحات كبيرة في هذه المشروعات؟ طبعا محصول القمح على رأسهم، محصول البطاطس، محصول البنجر، المحاصيل اللي بتمس محاصيل الفجوة. ودي نقط مهمه برضو لازم نخلي بالنا منها، ان تم اختيار حتى المحاصيل المهمه وليست محاصيل الكاش كروب زي الفاكهه وزي مثلا المحاصيل اللي بتتصدر، لا، تم اختيار محاصيل تمس ملف الامن الغذائي وغذاء الناس واكل الناس في البلد. لو تكلمنا بقى يا دكتور بشكل خاص على الاليات الجديده في الحصاد، تحديدا زي ما شفنا النهارده اول تجربه لحصاد القصب عن طريق الماكينات او الاليات الزراعيه، فكلمنا اكتر على الخطوه دي وازاي برضو هتسهل اكتر من العمل ومن وتيره الانتاج والحصاد. بص يا فندم، احنا بنتكلم على توطين للتكنولوجيا الزراعيه الحديثه اللي قعدنا سنين طويله الناس تتكلموا فيها والجامعات ومراكز الابحاث، يتم توصيل هذه التكنولوجيا في هذه المساحه وامام اعين الجميع. ده معناه ان دي خطوه مهمه لتوطين هذه التكنولوجيا لكل زراعه مصر، وليس فقط المشروعات القوميه وليس فقط مستقبل مصر. فاذا التكنولوجيا والتطور اصبح ضروره قصوى واصبح هدف بتشتغل عليه الدوله المصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه، خدنا مع حضراتكم لمحه سريعه عن المشروع اللي شفنا النهارده بدايه موسم الحصاد الخاص ببعض المحاصيل، في طبعا بحضور الرئيس